السلام عليكم، احلى متابعين في الدنيا. ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. كل عام وانتم بخير، يا رب يعود علينا الايام بخير وسعاده يا رب. وبرحب بالمشتركين الجداد، ان شاء الله قناتنا جديده وهتعجبكم وفيها حاجات مفيده باذن الله، هتستفادوا كلها منها وانا استفاد منكم وانتم تستفادوا مني ان شاء الله. طريقتنا بسيطه وسهله، تعالوا نسمي الله ونصلي على الرسول. ان شاء الله النهارده هنعمل وصفه ما تخطرش على بال حد او اول مره تتعمل على اليوتيوب. انا عملتها بناء على وصفة واحدة ست كبيرة في السن، فريحتني وكانت النتيجة كويسة جدا معايا. نسمي الله ونصلي على الرسول. ازاي تحط اللبن الرايب على الفلفل الاحمر وريحك طول السنة، ده عنوان الفيديو بتاعنا، ان شاء الله هيعجبكم. تعالوا نشوف ايه احنا هنعمل. ايه معانا ده؟ عارفين ده ايه؟ ده الخض اللي بيطلع من السمنة، هبوريه لكم واعمله معاكم ان شاء الله في نفس الفيديو. ده الخض اللي بيطلع من السمنة، هنحطه كده في حلة صغيرة. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله، معايا حلة صغيرة كده. بسم الله، تمام. معايا 3 معالق ملح. بسم الله، يعني لو عندك ملح خشن مفيش مشكلة، ملح ناعم عادي، تمام. دلوقتي انا هاخد الخض بتاعنا ده او اللي طالع من السمنة بتاعتنا واحطه على البوتاجاز لحد ما اللون بتاعه يحمر خالص، زي الكريم كراميل كده اللي هو غامق، تمام. انا دلوقتي حطيت السائل بتاعنا اللي خرج من السمنة، اللي هي الوش بتاع اللبن اللي احنا بنحطه على بعضه ونعمله زبدة ونستعمله في الاكل، ده اللي بيخرج منه، تمام. هنحطه بقى في حلة صغيرة على البوتاجاز واسيبه يغلي. طبعا هيغلي له ساعة ونص على نار متوسطة لحد ما اللون بتاعه يصفر معانا ويحمر غامق، تمام. هوريهولكوا شوية بشوية ان شاء الله. دلوقتي على ما اللبن بتاعنا يحمر، معايا اللبن الرايب او علبتين زبادي. بسم الله الرحمن الرحيم. في الشفشق بتاع الخلاط، تمام. ومعايا الفلفل ده هقطعه. دلوقتي انا خرطت الفلفل بتاعي وحطيته على اللبن الرايب، هضربه بقى ضربتين ثلاثة في الخلاط كده لحد ما ينعم معايا وياخد اللون بتاعه. طبعا شايفين كل مدى ما السائل بتاعنا بينقص، وحسب الكمية اللي انت عاملاها بياخد معاك وقت، يعني ممكن حبة زي دولت كده ياخدوا ساعة، نص ساعة، نص ساعة، ساعة الا ربع. لو انت عاملة كمية كبيرة بقى هتضعف كل حاجة، اللبن الرايب والفلفل. على فكرة ممكن تحط شطة كمان حمرا، خضرة لا، ممكن تحط اي شطة حمرا، فلفل احمر، تمام. هنحاول بقى في المرحلة الأخرانية دي نحاول نقلب باستمرار لحد ما يصفر معانا وياخد اللون الأحمر الغامق. خلاص يا حبيب قلبي، اللون ده كويس جدا، شايفين ما شاء الله. طبعا هو غامق عن كده كمان شوية، وما تقلقيش خالص على الحل، ما جرلهاش اي حاجة. ساعة ما تحط عليها السائل بتاعنا ده، هو طبعا لونه احمر جدا بس هو اللي مش ظاهر، هتحط عليها الحاجات دي كده. بسم الله، كل الحاجات اللي في الاحرف ديت هتبوش. بسم الله، وعادي خالص لو فيها قطع من الفلفل عادي خالص. بسم الله. وهي دي بقى الخميرة بتاعت المشط الفلاحي الأصلي اللي هتحطي فيها القطع بتاع الجبنة بتاعتك بعد ما تلفها بالملح يومين ثلاثة، وبعدين تصفيها بالمصة وتحطها في المشط ده. هي دي الخميرة بتاعتك. انت طبعا هتزوديه شوية لو حابة تزوديه، على قد ما الكمية بتاعتك حطي وضعفي زي ما انت عايزة تضعفي، تمام.
واتمنى حبايب قلبي الفيديو ده مفيد جدا ان انتوا تعملوا له لايك بقدر المعلومة اللي انا استفدت منها عن نفسي ماشية بالطريقة دي، بعمل الطريقة دي كل سنة وازود المشي بتاعي اللي في الزرع واحط فيه. لو في معلومة تانية، لو المشي بتاعي تقيل، القوام بتاعه تقيل، هتغلي لبن حسب برضو الكمية، تغلي كوباية كوبايتين لبن وتزوديه بعد ما يبرد، تمام؟ ده هيديله قوام مناسب. لو خفيف، معلومة كويسة جدا برضو والله الناس بتيجي تسألني عليها، لو خفيف هتحطيله شوية لبن رايبين تدوبيه برضو كده او تضربيه في الخلاط وتحطه له، ده هيديله قوام مناسب، تمام؟ واتمنى حبايب قلبي الفيديو ده يكون عجبكم، ولو عجبكم ما تنسوناش في لايك واشتراك في القناة عشان يوصلكم لنا كل جديد بإذن الله، واشوفكم على خير في فيديو قادم بإذن الله.